وافق وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا آسيان أمس بعاصمة لاوس وافقوا على انضمام المملكة المغربية إلى معاهدة الصداقة والتعاون للرابطة، وذلك بمناسبة الذكرى 40 للتوقيع على هذه المعاهدة. وجدد وزراء خارجية الرابطة جددوا التأكيد على أهمية معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة جنوب شرق آسيا التي تم التوقيع عليها عام 76 و900 و1000 باعتبارها العامل الرئيسي الذي يحكم العلاقات بين دول المنطقة والركيزة الأساسية لصيانة وتعزيز السلم الإقليمي والاستقرار في المنطقة. وكانت أشغال الدورة 49 لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا خصصت لمناقشة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز دور مجموعة رابطة آسيان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر داخل الرابطة بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.